دي جي احمد سام. زنطر عامل لي عنطر نزل لي ملعب عامل لحبيب اسمع يا زنطر اسمع يا عنطر قصاد الاهلي تقف وتبيت اسمع يا زنطر اسمع يا عنطر قصاد الاهلي تقف وتبيت بالاهلي فرقه مش اي فرقه واللي عديها هيخسر اكيد طب بص واسمع انزل وشجع الاهلي يلا مش عايزه كلام عايزينها لما ونقول بهمه الاهلاويه دايما شغال وبقول اهلاوي وبصوت عالي ما هي الحقيقه ما فيناش كمان اسمع للقلب نحب الاهلي واهلاويه وهتدف في وشي الصندور بنحب الاهلي واهلاويه وهتدف في وشي الصندور ده كلامي جامد عليك وجاحد اسمع يا عويل بقى كده للحب من غير ندانة بعتني رسالة بنقول للناس تبدو تفهمين لو تتحدونا هتشرفونا بس استحالة تطلعوا بايظين ده عددنا كامل وفي التعامل مع التقين يا زميلي جاهزين وفي المخاطر سلاحنا حاضر الشقاوة يا زميلي عايشين نصيحة مني ما تقولش عني كلام مش قده عشان نازلين نخربها يلا ومعانا يلا الناس الحلوة المشجعين هنرص رصة ونحط حطة ونخلي الناس كلها شاهدين والفرحة تكبر فريق يكسب واللي يقول لا زميلي مغني الاهلي جاي وسع يا بيا هيحط لعبة وهيرعبكم وكلامي جد ولا اي حد وبصوت العالي بسمعكم ده فريق اسمع يا سيدنا لو هتلعبنا هتلاك فاسدين علشان ترتاح اسمع كلامي ده الضرب حامي والنادي الاهلي انا السفاح مش شغله حد وشوت يصد ويروح ويجي دايما في نجاح ده كلام حقيقي هنقول عصابة طب صح يابا ابعد وارتاح يا اهلي يا جامد يا اهلي يا قادر يا اهلي سمع ما اصله مبدع وفي اي حته بيكون تقيل صاحبي وحبيبي على طول زميلي على خير وشر ويا ناس عايشين صاحبي وحبيبي على طول زميلي وفي خير وشر ويا ناس عايشين بعدين تحيه للاهلاويه يضرب لي طلقه كده بالالي بعد ما بسينا مسايات قويه نختم سنه لاحمد سامي مكساوي